أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح، والحمد لله زي ما قال العلم قالوا حرك ترى. الإنسان يبان في هذه الفتنة الحمد لله فيها مصائب صح وفيها ضرر، ولكن لازم تحافظوا على بلادكم يا ليبيين. ونكلم جماعة بنغازي الشباب السلفي، صح هناك خوارج وتكفير وبلاد وغيرها، ولكن المنهج السلفي سلفي الحمد لله. في هذه الفتنة يبان الناس فيها، وأنا نقول لكم كلمة واحدة في هذه الرسالة الموزعة بين الشباب. قال الشيخ ربيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال الشيخ ربيع مدخلي حفظه الله عما يحدث في ليبيا وما موقف أهل السنة والجماعة فيه. قال ألزموا بيوتكم وألا تخرجوا إلى تلك المظاهرات، وأكثروا من الدعاء بأن يوقف الله هذه الفتنة وشرد الفتنة. هذه الكلمة اللي بدي نقولها يا شباب، فالمنهج السلفي بريء من كل هذا كله، فاتقوا. نحن الآن في أمان، وبارك الله في الشباب في الجيران وإخواننا، وارجعوا لأمانة الأمور ولا يجوز الخروج على ولاية الأمور، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاتقوا. هذا منهجنا وهذا ديننا، فاتقوا الله يا شباب في دماء المسلمين، ولا يجوز الخروج. فننصح إخواننا السلفيين في بنغازي أن ينصحوا جيرانهم وأن ينصحوا بدرنا من هذه الفتنة، فلا تسمع لكل ناعق. والله إنها فتنة، اتقوا الله، لا تخرجوا على ولاة أموركم، ادعوا الله عز وجل هو يأتيكم بالرزق، ادعوا الله عز وجل، اتقوا الله يا أهل الزاوية هذه خروج، كما خرج من قبل الخوارج على علي وعلى عثمان. نحن من أجل لله عز وجل سنقف أمام كل خارج على ولاة أمورنا، سنقف في صدورنا، سنقف بدمائنا، سنفدي أرواحنا. تكلم معنا أحد من الأخوة السلفيين، خرجوا عليه طائفة وكفروه وضربوه، قالوا له اخرج معنا وإلا نقتله. في ناس مات الظلم، في شباب بنغازي تكلموا ظلم. يا أخوان سلفية لبنغازي اسمعوا إلينا الآن، حددوا هذا الكلام بشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، اجعلوا كلامكم أمام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ننظر إلى المصالح الشخصية، نغطي عنها ونكتفي عن هذه المصالح الشخصية. علينا بالمصلحة العامة أمام الله عز وجل أن نطيع الرسول وأولي الأمر. من مات على معصية خروجه عن ولي الأمر فهذه معصية على يحاسب عليها يوم القيامة، ويحاسب عنها أمام الله عز وجل. كفانا الاستماع والتصديق للغوغائيين وأعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء وحدة الكلمة ووحدة الصف، أعداء الأمن والأمان لأبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا. اليوم هو اليوم الحقيقي لخروج طلبة العلم وأهل العلم بعد أن مرت وما تمر به هذه الأرض الطيبة من فتنة، يجب أن تخرج الحقائق الآن. فإن من أسباب زعزعة الأمن ومن أسباب المخاوف هو الشرك، عياذا بالله بكل صوره. كذلك أيضا مما ينبغي أن يكون عليه المسلمون أن يوسد الأمر إلى أهله من العلماء الناصحين، من العلماء الذين عرفوا بسلامة المنهج والطريق، سواء العلماء الذين هم على منهج نقي من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح. الأخ مجدي الذي وفى وكفى في سرد الأدلة الشرعية على تحريم الخروج على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة، ولكن هذه النصوص الشرعية لعل بعض الناس لا يفهمها، وإن كان قد أقر بها أهل الفتنة ويعترفون وهي كلها صحيحة، عدا الآية الكريمة التي لعلها تجاوزها الشيخ الفاضل مجدي، التي هي نص في هذا الباب. يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم.